كل مشاهدينا في كل مكان والقاء اسبوعي بيتجدد معاكم حلقه جديده النهارده من برنامجكم بستان العقيده. كنا اتكلمنا مع حضراتكم في الحلقه اللي فاتت عن مصادر ايماننا وازاي ممكن ناخد ايماننا من المصادر الصحيحه ونستقيها من الكتاب المقدس من تعاليم الاباء وغيرها من المصادر اللي اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت، لكن الحقيقه يمكن كنا تطرقنا لنقطه وقت الحلقه يعني ما كانش يسمح بده ازاي ممكن نقرا اقوال الاباء بطريقه صحيحه وهل في قواعد ممكن تساعدنا في اننا نقرا اقوال الاباء؟ المصادر اللي ناخد منها الاقوال دي الترجمات الصحيحه ليها يعني ازاي ممكن نتعلم منها ونقراها واحنا واثقين من مصادرها تعالوا مع بعض النهارده نتعلم القواعد دي ونتكلم اكتر عن اقوال الاباء بيسعدنا ويشرفنا نيفت الحبر جيل ام اسقف عام كنائس وسط القاهره اهلا بيك سيدنا اهلا بيك, أهلا بيك دايما مباركنا يا سيدنا منورنا كمان برحب بأوت سابونا شنوده يعقوب كاهن الصم وضعاف السمع برحب بيك يا أوت سابونا بكل اخواتنا الصم وضعاف السمع سيدنا ابدا معاً يفتك باقوال الاباء اعتقد يعني اذا صح التعبير والوصف ان احنا عندنا يعني ذخيره آه وغنى كبير جدا في كنيستنا من اقوال الاباء ازاي كل ده وصل لنا وازاي انا ممكن اعرف ايه الحاجات الصحيحه اللي عندي في الكنيسه طبعا الاباء زمان كانوا بيكتبوا في كتابات م. كتير جدا تركوها لينا والمخطوطات تحوي كنوز من تفاسير الأباء وشروحاتهم سواء تفاسير الكتاب المقدس أو للأمور الإيمانية وطبعا بالإضافة أن في مخطوطات كتير جدا لنصوص الليتورجية اللي هي صلوات اللي بنصلي بيها فدي كلها مصادر قديمة أساسية الأباء زمان طبعا كانوا في الغالب بيكتبوا باللغة اليونانية وفي الغرب كانوا يكتبوا باللغة اللاتينية م. وبعد الاضافه لغات بقى تانية فرعيه زي مثلا اللغه الإبطية عندنا في مصر اللغه السريانيه في منطقه سوريا ولبنان اللغه الارمنيه اللغه الامهريه بتاعت الاحباش يعني في نصوص قديمه فيها كتابات اباء كتير لكن مينلي يعني الغالب كان باليوناني وباللاتين والاكثر طبعا هو اليوناني اللي هم جريك فادرز والتانيين لاتين فادرز اللغة اليونانية اللي كتبوا بها النصوص الأبائية كانت لغة قديمة غير المستخدمة حاليا في بلاد اليونان أي لغة في الدنيا بيحصل لها تطور وتغيير في المفردات وفي المعاني بدليل أن احنا لو قرينا نص لغة عربية قديم من عصر الجاهلية بنلاقيه غريب على ما سمعنا وألفاظ ضخمه محتاجه كل لفظه اقول ده معناه ايه في وقتها برضو لو قرينا انجليزي باللغه بتاعه شكسبير في العصور القديمه بيبقى غريب عن مسامعنا ومش اللغه اللي موجوده حاليا الكتاب المقدس نفسه الترجمه الانجليزي القديمه اللي هي كينج جيمس فيها الفاظ مش بتستخدم حاليا عشان كده بيعملوا تحديث في الترجمات فالنصوص القديمه دي موجوده في مخطوطات لكن حصل حركه ترجمه بدات في اوروبا في يمكن في القرن ال19 للنصوص القديمه والحقيقه تبنى هذه الحركه بتاعه الترجمه جامعات في اوروبا جامعات محترمه لها اسامي زي اكسفورد زي كامبريدج والحاجات دي يتولوا مشروع ضخم ان هو يترجم النصوص الابائيه. طبعا علماء وناس متخصصين في اللغه وقد يكون كمان مش بيقودهم العاطفه الدينيه هو بيترجم بطريقه علميه. غير لما اكون انا مثلا قبطي ارثوذكسي ويترجم بحس ان انا عايز احط كلمه بحسب رايي او واحد يوناني عايز يحط كلمه بحسب رايي. الجامعات بتبقى فير هو بيترجم طريقة النص علميه وترجمه نصيه منتهى الامانه والنزاهه تليق بقيمه الجامعه. مم. طبعا ترجموا النصوص القديمه الى لغات حديثه مستخدمه. يقولوا معظمها كان في الالماني في الانجليزي في الفرنساوي وفي الايطالي اللغات الحديثه يعني. مم. فاصبح عندنا كنوز من الاباء. طبعا احنا برضو في كنيستنا القبطيه بدات حركه الترجمه للعربي من بدري وحقيقة كلنا مديونين بالأكثر لابونا تدرس يعقوب ملطي لأنه هو أكثر واحد ترجم وكتب وجمع كتابات الأباء وصنفها في عناوين وأنواع يعني في برضو مراكز كتير قد خيرهم ترجموا نصوص الأباء فأصبح بين إيدينا حاجات قديمه وحاجات جديده وحاجات باللغه العربيه وحاجات بلغات اخرى. ودي تدينا يا سيدنا مصداقيه ان ما حصلش اي تلاعب او تغيير يعني ده النص القديم وده بالزاف. للترجمة الترجمه الحديثه في لو جه واحد حس ان في تلاعب قدامه فرصه انه يقارن. صحيح. يكتشف فعلا اذا كان في المترجم ما كانش نزيه وحط تعبير مش هو المقصود بيفقد مصداقيته. على طول المترجم ده الا اذا كان عفوا او خطا عابر مش مقصود مم. لكن لما يكون واحد معتاد ان هو يزور في الترجمات ده بيفقد مصداقيته العلميه طبعا. مش مفروض ان احنا نقرا له مم. فالنصوص موجوده وطبعا كان زمان فاكر واحنا لسه صغيرين او حتى وانا في الدير كان الواحد عشان يوصل لنص زي كده مشوار طويل المكتبات اللي بتحوي النصوص دي طبعا ممكن تلاقي مجلدات كبير ده على الاقل فيه مجموعة اسمها نايسين أنتي نايسين بوست نايسين فادرز نايسين يعني نقية أباء ما قبل النقية وأباء نقية وأباء ما بعد النقية مجموعة كبيرة جدا من التكست بوكس كبيرة النهاردة الحاجات دي كلها بقت متاحة في دي في دي ومتاحة على النت ممكن الواحد يدخل في المكتبات ويجيبها ديجيتالي فبقت متاحة وفي بعض المواقع ممكن واحد يدفع اشتراك مثلا سنه ولا شهري ولا حاجه بيدور باسورد يقدر يدخل على اي نص يقدر يجيبه م. فبقى الحكايه متاحه والترجمات بقت يعني سهله جدا وموجوده طيب سيدنا كتاب الكتاب المقدس كتبه الناس الله وكانوا مسوقين من الروح القدس آه. الاباء واقوال الاباء يعني ايه اللي خليني اخد كتابات الاباء وانا عندي ثقه ان دي مش تفسيرات شخصيه من واقع فهمهم هم الشخصي ما فيهاش اي حاجه تخالف تعليم الكنيسه انا هعرف منين وانا باخدها بكل ثقه وبقتنع بيها بالعكس بعيش بيها اه وطبعا الكتاب المقدس موحى به من الله طبعا. ده جانب وكتابات الاباء جانب تاني يعني ما فيش حد حتى من الاباء ولا في الكنيسه ادعى ان نصوص الاباء هي وحي مقدس طبعا شوفي احنا درسنا على مدى سنين كتاب تجسد الكلمه لكن ما قلناش ده آيات في الكتاب المقدس، صحيح. ده شرح الأباء مم. طبعا ممكن جدا واحد يقول لي طب أنا إيش ضمني إن لما هقرأ كتاب ده التفسير سليم هو فعلا بيحمل الرأي الخاص بتاع الكاتب تمام لكن على مدى التاريخ أباء الكنيسة ده إحنا بقالنا ألفين سنة يعني مش حاجة مثلا حديثا قدروا يفرزوا ما هو قيم وجدير بالقبول وبينما هو لا ده رأي خاص فبقى الأمور بالنسبة لنا في إحنا في القرن الواحد وعشرين بقت أكثر وضوحا أنا أقدر أطمن أن كتاب كتبه القديس أثناسيوس كتاب مظبوط مليون في المية ليه؟ لأن كل الأباء شهدوا لصحة كتابات أجمعوا عليه كذلك مثلاً قديس كيرلس الكبير ذهبي الفم آباء الكبدوك اللي هم اسمهم باسيليوس الكبير وغرغوريوس النيسي وغرغوريوس النزيانزي دول آباء برضه معتبرين وكتاباتهم لها قيمة كبيرة في الكنيسة وهكذا أقدر مثلاً ساويرس الإنطاكي بالنسبة لكنيستنا ده كاتب رائع جداً ويعتمد على كتاباته كمرجع ومع ذلك برضو الأباء والتاريخ شهد أن فلان ممكن يكون له رأي خاص في حتة الكنيسة ما قبلتوش عشان كده بيشترط دايما أي رأي يتقال يؤخذ على أنه تعليم في الكنيسة لما يكون عليه إجماع لكن لو ما فيش آخرين قالوا نفس الرأي هيبقى رأي شخصي الرأي الشخصي ده قد يكون صح بس يستيل هو رأي شخصي مم. وممكن يكون في خطأ والخطأ يتراوح ما بين خطأ خطير جدا يخلي الكنيسه توقف له وقفه كبيره وتقول له لا انت كده غلطان او خطأ يعدي كاننا ما خدناش بالنا. هديكي مثل القديس اغسطينوس ده اب كبير وعظيم ويسموه يعني اب للكنيسه الجامعه لانه هو صحيح كان في الغرب وكتب باللاتيني وكان اسقف في شمال افريقيا في بلد اسمه هبو لكن كتاباته للكنيسه الجامعه. القديس اغسطينوس كان له راي متطرف من جهه النعمه عمل النعمه. الدارسين قالوا نلتمس له العذر لثلاث اسباب. اول سبب ان هو كان بيواجه البدعه البيلاجيه بتاعه بيلاجيوس. بيلاجيوس كان بينكر دور النعمه. يقول على قد ما تشتغل على قد ما تاخد لكن ربنا مش هيتدخل في حياتك فهو كرد فعل للفكر البلاجي زود شوية في تقدير عمل النعمة. النعمة, الحاجة الثانية انه هو لانه كان في الحضيض والنعمة رفعته فوق بعد ما كان انسان بعيد عن الله صار عمود واب في الكنيسة واسقف عظيم فنلتمس العذر ان هو بيمجد النعمة لان هي رفعته حس بيها والسبب الثالث أنه هو بالرغم من كلامه العظيم عن النعمة لكن هو كان له في حياته في سيرته الجهاد لم ينكر الجهاد ولم ينكر الدور الإنساني عشان كده بالرغم من تطرفه في الشرح عن النعمة لكن محدش قال اوغسطينوس غلطان ولا عملوا له مجمع ولا حكموه ولا زعلوا منه. ولا استبعدوا كتاباته من الكتاب ولا استبعدوا كتاباته، يعني بس يبقى الواحد واخد باله، لما هيقرا حاجه كده مضخمه قوي عن النعمه يقول لك اه معلش ما هو اوغسطينوس كان عنده الحته واخد بالك؟ شوف الاستناره بتاعت الاباء ان هو مش كل واحد يغلط نعمل له مجمع. مم. لكن هنقول الكلام ده مش هنمشي وراه. مم. انا بقول الكلام ده لان جيلنا دلوقتي عايز كل واحد يغلط نعمل له مجمع، لا ما انا ممكن اقول يا جماعه البابا شنوده كان يقول لنا امحوا الذنب بالتعليم فبدل ما نقعد نعمل محاكمات انا اشرح ايه الصح حسب ما الكنيسه قالت مش حسب ما انا بقول حسب ما استلمنا في الكنيسه آه مثلا انا لسه قايل اباء الكبادوك ودول الثلاثه العظماء باسيليوس وغرغورس النيسي وغرغورس النزيانزي وكانوا الثلاثه في جل جيل واحد في بلاد الكبادوك آه وكان في قرابه بين غرغوريوس النيسي وغرغوريوس النزيانسي غرغوريوس النيسي كل تفاسيره حلوة تأملاته وشروحاته لكن عنده غلطة أنه شرح الفداء الذي عمله المسيح أنه إدى دمه للشيطان عشان يأخذنا من الشيطان بالمفهوم البسيط جدا للفدية الفدية يعني, يعني في عيرة خطف العصابة بعتت لاهله قالت لهم هاتوا مليون جنيه نديكم العيل. فهم لملموا وادوا لهم مليون جنيه عشان ياخدوا العيل. فهو بالمفهوم ده قال الشيطان كان خاطفنا فالمسيح اداله دم عشان ايه؟ يستردنا. فطبعا ده كان رايه الخاص والقديس غروارس النزيانزي رد عليه قال له مش ممكن الكلام اللي انت بتقوله. لان ازاي باي عقل يتقال ان المغتصب المخطئ ياخد دم المسيح ويكون هو حرامي وبنديله واللي بياخده الاله نفسه مش ممكن هذا كلام ما بياش بابا شنوده لما شرح الاحتادي قال ما فائدة الشيطان ان ياخد دم المسيح يعني لا تخيلي زي ما يكون هو طبعا الشيطان بالنسبة له دم المسيح هيمان بايه فلما يكون مستولي على البشرية كلها والمسيح يقول له هديك دم وتديني البشرية يقول له مش عايز دم خلي البشرية المبادلة بالنسبة هو مش للشيطان مش محتاجه هو, هو مكسبه في انه تفضل في ايده البشرية طبعا. الشيطان صحيح. يعني مش مش صفقه رابحه بالنسبه له. م. فالفكره غريبه وقديس جروس بس الفكره دي تدينه يا سيدنا يعني هل الفكره دي توصل لحد انه كتاباته تستبعد انه لا ما ينفعش لا. يجي جنب اقواله او الكلام ده؟ بالظبط النيسي له كرامته وله احترامه في الكنيسه وكتاباته بنتعلم منها م. لكن في الحته دي هو غلط ورد عليه واحد في جيله. اللي هو غر... النص بتاع غرغوريوس النزيانزي موجود انه قال له الكلام ده كلام, كلام مجانين ما يتقالش وخلصت القصه فاذا احنا قدام ايه مصفى التاريخ صفلنا مين اللي نسمعه ومين اللي غلط زي اريوس ما هو اريوس كان لي كتبات. و... ليه كتابات ونسطور له تعاليم وكان في حرمات نزلها نسطور ضد كرولس الكبير مم. يعني لما تخيلنا أن نسطور يقول محروم كل من يقول أن العذراء والدة الإله ده كلام نستور ده رد عليه البابا كرولس قال له لا محروم اللي ما يقولش أن العذراء والدة الإله لأن أوه. اللي مش بيعترف أن العذراء والدة الإله معناها مش بيعترف أن المسيح هو الله إذا في نصوص فاهمين دي بتاعت هراطقة مستبعدة تماما من الفكر السليم وفي أباء كلامهم معيار معيار للأرثوذكسية والكلمه دي اتقالت عن القديس اثناسيوس ما فيش حد فينا ان هذا له سلطان ولا جراه ولا سبب ان هو يفحص اقوال اثناسيوس الرسول لا يختلف عليها ولا يشكك فيها ولا خالص هو المعلم أو. يعني لما انا في حاجه انا مش فاهمها في اثناسيوس يبقى انا اللي مش فاهمها مم. وممكن اسال والناس تشرح لي الناس اللي تعرف كويس مم. يعني اقول أيضا ما اقول اسناسيس يقول الكلمه دي دي غلط تقول شو على اسناسيس غلط انت تقول انا اللي مش فاهم صح ايوه ففي اباء المصفى بتاعه التاريخ قالت لنا ده معتبر وده تاخد منه الحته دي وسيب الحته دي وده مرفوض لانه هرتوكي الست قرون الاولى اذا صحت المعلومه كانوا اكتر فتره ظهرت فيها البدع والهرطقات وكان فيها المجامع وفي نفس الوقت كان فيها اقوال للاباء اللي بتصحح وبترد على ده نقدر يا سيدنا نقول ان الاقوال دي بتناسب لكل عصر ولكل وقت ولا برضو كل فتره كانت بتحتاج ان يكون في اقوال خاصه بيها نقدر أخد حاجه وعيش بيها من ايامهم لغايه النهارده والعكس هو طبعا هناك قاعده ايه ان اي اب وهو بيشرح بيبقى في باله القضايا المثارة في جيله فبالتالي هو بيشرح حاجة الناس مهتمية بها فهديك مثل مثل واضح جدا يقول القديس كيرلس الكبير اللي هو البابا رقم 24 في بابوات اسكندرية يسموه عمود الدين هو في بداية خدمته كباترك وقبل ذلك وهو كان سكرتير للبابا اللي قبل البابا توفيلس رقم 23 كان مازال في ديول الاريوسيه فكتاباته بترد على الاريوسيه اللي هي الفكر اللي بيقول ان المسيح مش مساوي للاف الجو فهو كان كل كلامه يثبت مساواه الابن للاف الجو وبعدين قامت البدعه بتاعه نسطور في, في الوقت اللي كان فيه البابا كرولس بابا الاسكندريه نسطور كان بطرك القسطنطينية اللي هي تركيا حاليا اول ما بدات بدعه نستور كان البابا كرولوس قال فول ستوب ونبتدي بقى حاجه جديده مم. وجه كل كتاباته في اثبات ان المسيح شخص واحد لان نستور كان بيقول المسيح شخصين شخص الهي مش طبيعتين بس ده شخصي. شخصين أوه. يعني دي اخطر من الطبيعتين أوه. قال شخص الهي اسمه اللغز وشخص اخر انسان هو يسوع المولود من العذراء يسوع ما دعوه باللغز وبعدين فيما بعد اتحد اتحاد مصاحبه. كان يسوع زي موسى وزي ايليا وزي انا كلنا اصدقاء لله فهو كان صديق لله. كلام في منتهى الخطوره. طبعًا, طبعا مش ممكن بابا كرولوس يسقط على بدعه خطيره زي كده. طبعا بتهد الفكر المسيحي من جدره. فبدا يوجه كل وعظاته وتفاسيره وكتاباته علشان يواجه البدعه النسطوريه. فكل الدارسين قالوا ايوه فعلا في حد فاصل ما بين ما قبل النسطور وما بعد النسطور ففي قضيه بتسرنا هديك مثل تاني أيام الآباء في القرون الأولى ما كانش في التحدي البروتستانتي ضد الكنيسة. البروتستانتية قامت في القرن 16 و17 والبروتستانتية لغت ما هو تقليد كنسي. وقالت نرجع للكتاب المقدس ويريتهم رجعوا للكتاب المقدس بتفسير سليم لكن بتفسير خاص أنكروا الكهنوت وأنكروا أسرار الكنيسة وفاعليتها لا المعمودية لها فعالية في بالهم ولا الإفخارستي هذه القضايا ما كانتش مثارة على مدى الست عشر قرن اللي قبل كده وبالتالي مش هنلاقي حد من الأباء بيدافع عن الكهنوت ما كانش في ردود قبل القرن الستاشر عشر آه ما فيه آه. ليه ما دفعتوش عن الكهنوت يقول لك هو اساسا حد هاجم شكك او هاجم خد بالك زي انا بكون سامحيني ما في اللي هقوله عمال اقول لك يا هبه لو سمحتي بلاش تشرب السجاير تقول لي يا سيدنا انا عمري ما شربتها لا بس لو سمحتي هي مضره جدا للصحه طب الموضوع ده <applause> ما ما يشغلنيش ايوه سيدي فانا طالما في قضيه مش مثاره انا اتكلم فيها ازاي صحيح يا عشان كده تلاحظي مثلا قانون الايمان اللي صيغ في نقيع اتكلم عن الاب والابن ما اتكلمش عن الروح القدس هل معنى كده الاباء قبل قبل مجمع القسطنطينيه اللي هو كانوا مجتمعين في نقيا ما يؤمنوش بالروح القدس مش ممكن امال ليه ما جابوش سيرته لان ما حدش طعن في الوهيه الروح القدس كانت القضيه في الوهيه المسيح فلما اجتمعوا ناقشوا القضيه دي ما حدش يطلع في الوسط ايه الروح القدس احنا عارفين الروح القدس اقنوم ومساوي ل في الجوهر عشان كده لما طلع بعدها مقدونيوس ببدعة يقول الروح القدس مخلوق وروح زي الملايكة عملوا مجمع مخصوص في القسطنطينية وحضروا 150 أسقف وكملوا قانون الإيمان قال نعم نؤمن بالروح القدس رب المحي بثك من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإبن إلى يعني هو جه على جزئين آه طبعا يلهم. الجزء الأولاني في نقية والثاني القسطنطينية آه. طيب قانون الايمان بطوله ما فيهوش حاجه عن الكهنوت مم. هل ده سبب نقول ما كانش فيه كهنوت زمان بالعكس ده احنا هنقول كان فيه كهنوت ما حدش طعن فيه ما فيش حاجه عن الافخارستي الافخارستي دي حاجه ضخمه في فكر الكنيس ليه ما جاش في قانون الايمان ما حدش طعن فيه في حد بيشكك فيها طب ليه جابوا حاجه عن المعموديه في قانون الايمان لان قام سؤال في ايام الهراطقه افرض واحد اتعمد وبعدين سقط في هرطقة ورجع تاني نعمده فقالوا لا اتعمد مرة واحدة طب افرض واحد هرتوك وبيعمد الناس هل معموديته مقبولة قالوا لا طالما هو هرتوك معموديته غلط يبقى في قضية فيها أسئلة وفيها جدل ما بين آه أو, أو لا آه. لازم رد عشان كده حطوا نؤمن بمعمودية واحدة لما الخطايا هستاذن بس نفتك يا سيدنا وبعتذر للمقاطعه معانا استاذه هرمي من القاهره اهلا بيكي اهلا اتفضلي فين ازيك يا يا هرمي يا جميله ازيك ازيك ايش انا انا عن... دلت... سؤال بس خلي الصوت واضح شويه قولي سؤالك يا هرمي ما ما معنى الايه اللي بتقول الله لم يلاه احد قط دي دي موجوده في يوحنا واحد 18 هو بقى لم يظهر الله لكثير من الانبياء وكان بقى بيكومهم اه كان بقى كان بيكومهم ازاي وكان بيشوفوا ازاي بقى قولي بقى انت ازاي تمام حاضر يا هرمي هنجاوب عليك يا الله لم يره احد قط يتفهم بمعنيين أن الآب لم يرى عشان بعدها على طول الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر فإذا حتى ظهورات الله في العهد القديم هي خاصة بالابن فالآب لا يرى والمعنى الثاني الله في جوهره لا نستطيع أن نرى جوهر اللاهوت لكن نقدر نشوف تجليات لله يتجلى يعني يبان يبان في شكل نار زي ما حصل في العليقة <applause> يبان في شكل ملاك زي ما ظهر ليشوع بن نون يبان في شكل إنسان زي ما ظهر لإبراهيم معه اثنين ملايكة يبان في شكل آه ريح زي ما ظهر لإيليا يعقوب صرع, صرع وزي حد صرع بتاعت يعقوب دي آه. فدي كلها ظهرات للإبن لكن جوهر اللاهوت لا يرى حتى لما تجسد لم نرى جوهر اللاهوت مش هنستحمله صحيح سيد. طب نرجع مرة تانية بقى لكتابات الآباء ويعني التوضيح كان مهم جدا في يعني ليه قضية بتكون مصارة في الوقت ده يكون عليها رد آه. لكن غير كده ما يكونش أكمل لك الحتة دي إن يعني مثلا ما حصلش أي طعن في صحة الكتاب المقدس في كل الأجيال إلا في العصور الحديثة. آه. حد يطلع لك الكتاب المقدس ده محرف. مم. فما كانش الآباء بيدافعوا عن الكتاب المقدس. مم. إحنا النهارده مضطرين ندافع لأن في حد بيشكك. طبعًا. إذًا هنا دي فكرة لما الأب بيكتب حاجة لازم أدرس ما هي القضايا الفكرية المثارة في الجيل اللي هو كتب فيه. ولما الاقي أب تجاهل قضية مش معناها ما كانش بيؤمن بيها لكن ممكن أستنتج إن الموضوع ده ما كانش بيشغلهم لأن ما كانش فيه مشاكل أو طعونات. سيدنا انا بقف عند يعني نقطه ان يفتك بتتكلم عن اباء الغرب والاباء عندنا في في الشرق او بالضبط كده يمكن النهارده في في الجيل اللي موجود دلوقتي وفي الاجيال الحديثه دايما بيدوروا في ان صحه الاقوال اللي اللي في الشرق اللي في الغرب لا دايما يعني بنستبعد صحه اقوالهم م. ليه دايما عندنا حاله المقارنه دي؟ اشكرك ان انت سالت السؤال ده اولا الكنيسه في البدايه ما كانش متقسمه التقسيم ده احنا اسمها كنيسه واحده مقدسه جامعه أو. فيها ناس في الشرق وناس في الغرب بولس الرسول اسس كنايس في الشرق وكنيسه في الغرب اللي هي روما أو. ومشي زي ما يقول الكتاب المقدس لغايه اسبانيا الغرب يقصد به من جهه جغرافيه روما وما وراها من الغرب أو. والشرق يقصد به الاربع كراسي الرسوليه اللي في الشرق اللي هي اورشليم أنطاكيا، اسكندرية، القسطنطينية. تاني أورشليم دي هي مدينة الملك العظيم اللي كان فيها السيد المسيح. أنطاكيا اللي هي سوريا. مم. والاسكندرية بتاعتنا وكرسي القسطنطينية اللي هو حاليًا تركيا اسطنبول. دول اسمهم الشرق. طبعًا يتفرع منهم كنايس كتيرة زي الأرمن من زمان وزي الأحباش عندنا تبع الكنيسة القبطية والهند وغيره. كل ده اسمه الشرق. ده خريطة الغرب بقى روما اللي هي كنيسة روميا في الكتاب المقدس وشمال أفريقيا م. كان الجزائر وتونس والمغرب كان فيها مسيحيين وكراسي رسول كراسي يعني أسقف. وزي ما قلت من شوية أن الشرق غالبا كان بيكتب باليوناني والغرب بيكتب باللاتيني فالفرق الوحيد بين الشرق والغرب في العصور الأولى هو الجغرافيا واللغة وممكن يكون كمان الثقافة يعني المعيشة اللي بنعيشها في الشرق شوية تختلف عن الغرب. ثقافة الناس في الغرب من زمان ودلوقتي الشرق دايما يميل إلى العاطفة والمشاعر وكان يمثلوا الفكر اليوناني بالشعر والفلسفة في الغرب شوية عقلانيين يعني يشغلوا العقل أكثر من العواطف بابا تودرس لي تعبير بهرني يعني لما قال لك ان الشرق قلب كبير والغرب عقل كبير. م. لما جيب العقل مع القلب يبقى تكامل مش تضاد. جميل ده. لغايه دلوقتي. آه. الغرب عندهم المصانع وعندهم الشركات الادويه وعندهم المعامل والمدارس والجامعات. والشرق عندهم الشعر والفن والرسم والنحت والفنون والاهرامات والحاجات دي. فدي حضاره متكامله مش متضاده. والاباء كانوا اشطر مننا كانوا فاهمين كده لما يجي اب من الغرب انا فاهمه هو ازاي فمش بصطدم بيه عشان كده لما كان يجتمع مجمع اسمه مجمع مسكوني مش مجمع الشرق يجتمعوا مع بعضهم ويتفاهموا وفي مترجمين زي دلوقتي المؤتمرات العالمية في كان مترجمين م. اللي بيكلم باليوناني بيسمع زميله اللي بيكلم باللاتيني وفي مترجم والعكس وطبعا قلنا في لغات فرعيه زي القفطي السورياني كانوا بيحضروا فاهمين يوناني. احيانا كان يحصل ميس اندرستاندينج يعني سوء فهم يحصل بسبب ترجمه بسبب الترجمه، آه. بسبب ان المصطلحات ممكن تختلف من مكان أيوه. لمكان، يعني انا مثلا اتكلم عن الاقنوم انت تفهميني بتكلم عن الجوهر او م. العكس. فدي ممكن تسبب مشكله لكن كانت بتتحل بالتفاهم كانش في صراع نكمل بقى الحته دي لغايه سنه 541 اللي هو مجمع خلق دنيا العالم كله مجتمع بس هم طردوا البطرك بتاعنا اللي هو البابا ديسكورس ظلما من مجمع ونفوه الى جزيره غغره وحكموا عليه ان هو محروم بالرغم ان هو ما عندوش اخطاء لاهوتيه التاريخ نفسه بيشهد ان البابا ديسكورس لم يخطئ وقالوا كمان في التاريخ ان هو نفي او او اتطرد او عزل من رتبته لاسباب سياسيه مش لاسباب عقائديه. كنيستنا اتقمصت ازاي تطردوا البطرك بتاعنا فبقينا احنا والسريان والارمن بعيد عن اخذنا جنب اخذنا جنب اه وبدا كل كنيسه جو في مكانها بتصارع ان هي تحافظ على الايمان لان كان في ضغط غير عادي من الدولة البيزنطية على الناس اللي ما قابلوش مجمع خلق ان يقبلوه بالعافية فكان في اضطهاد 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 في سفك دم فكنائسنا اللي هي السوريان والأباط والأرمن جهدوا جهاد شديد جدا ضد الفكر الخلقدوني والضغط بتاع الامبراطور البيزنطي وده الاصعب يا سيدنا احنا كده مش بن... مش حرب بين الوثنيه والمسيحيه ده بين المسيحيه والمسيحيه بين المسيحيه والمسيحيه اه استمر الوضع دوت لغاية لما في الكنايس في الشرق والغرب اللي هي أصبح بقى هي القسطنطينية وروما شرق يعني القسطنطينية اللي هي البيزنطيين واليونان وغيره وخلاص لأن احنا خرجنا السوريان والأقباط انطاكيا واسكندرية وبر الدائرة وأورشليم كنيسة محايدة لأنها مدينة الملك العظيم فأصبح الصراع ما بين أو, أو اللي موجود دلوقتي الشرق اسمه شرق يقصد به القسطنطينية والغرب يقصد بروما روما كانوا في شركة معا لغاية القرن الحداشر لما يجي واحد النهاردة يقول ده لاهوت غربي يقول له من امتى لو قبل القرن الحداشر ما كانش فيه التسمية دي القرن الحداشر سنة ألف أظن واحد وخمسين لغاية أربعة وخمسين حصل حاجة يسموها الانشقاق العظيم بين بيزنطة وروما روما سمت نفسها كاثوليك وبيزنطة سمت نفسها ارثوذكس اللي هم ارثوذكس الخلقدونيين اللي هم النهارده في 14 كنيسة في العالم ينتموا للعيلة دي عيلة البيزنطيين منها روسيا ومنها رومانيا ومنها الكنائس بتاعت شرق اوروبا دول ارثوذكس لكن خلقدونية خلقدونية عائلة عيلة تانية غير العيلة بتاعتنا اه بعد ما حصل الانشقاق وطبعا الانشقاق ده كان عامل زي قشه قسمت ظهر البعير يعني من قبل القرن ال11 بكام كده قرن بدا في فكر شرقي وفكر غربي نقدر نعترف به وفي صراع ما بينهم م. فانقسموا لما كنيسه روما تبنت الصيغه اللي بتقول ان الروح القدس منبثق من الاب والابن الصيغه دي عملت الانشقاق وده لغايه النهارده لغايه النهارده ده الفكر م. وبدا بقى علماء اللاهوت في الشرق غير علماء اللاهوت في الغرب وده بيتطور ده بيتطور فبقى في بينهم فعلا فجوه النهارده لما نقول فكر شرقي وفكر غربي اه صح بس امتى من بعد القرن ال11 اثناسيوس الرسولي بقى ما كانش عنده الحكايه دي ولا كيرولس الكبير ولا ذهبي الفهم ذهبي الفهم كان في الشرق ولا اغسطينوس اغسطينوس كان في الغرب وده في القرن الخامس معاصرا للبابا كرولوس بتاعنا ما كانش الفكره بتاعت شرق وغرب دي موجوده. الصراع بقى بين الشرق والغرب بعد كده. في الغرب بقى حصل انشقاقات. نتيجه ان هم انعزلوا كده وحب الرياسه وغيره الله يسامحهم يعني. بدا يبقى فيه الثورة في الثوره البروتستانتيه في القرن 16، طبعا لهم فكر ولاهوت خاص غير بتاع روما. وكان في قبل كده كمان واحد اسمه انسلم رئيس اساقفه كانتربري كان م... كان تبع الكنيسه الكاثوليكيه في روما لكن له فكر خاص وليه لاهوت خاص وافكار مش بتاعتنا كانتربري اللي هي كنيسه انجلترا فيما بعد انش... انقسمت انشقت عن الكاثوليك وبقت الكنيسه الكنيسه الانجليكانيه وليها فكرة م. بقت ديلمة من الافكار احنا فين بقى في الحكايه دي ايه؟ احنا بعيد <applause> أنا النهارده لما يجي الشباب يقول لك ده شرقي وغربي، أنت إيه دخلك في دي؟ إحنا كنيسة اسكندرية. وده كان من البداية إن إحنا أخذنا جنب عشان نحافظ على الإيمان السليم بتاعنا. بالظبط. طلعنا بره دايرة الانشقاقات، يعني أعتقد تفتيت من. أي. إحنا بقى حافظنا على ما استلمناه من أثاناسيوس وكرولوس. والبابا ديوسكوروس وعندنا آبائنا وبنحترم الآباء ما قبل الانشقاق بناخد أقوالهم ونتعلمها. إحنا ما دخلناش في هذا الصراع. النهارده الشباب عايزين يدخلونا فيه مم. يقولك يقول لك ده شرقي وده غربي لا الحقيقه النقطه دي لانها مثيره للجدل والكل بيحطها دلوقتي من غير ما يرجع لصحه الموضوع او المعلومات زي ما نيفتك سردتها دلوقتي التاريخ بيقول ايه فعامله لخبطه جامده احنا قدامنا ثلاث دقائق بس استاذ ايمن معانا بقالوا كتير قوي على التليفون اهلا بيك يا استاذ ايمن اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم اتفضلي يا فندم استاذنك بس سريعا عشان الوقت اتفضل أو قبل اياديك يا سيدنا اهلا بك كنت عايز اسال نيابتك يا سيدنا بخصوص الايه اللي قالها السيد المسيح له المجد بتاع كما كان يونان في بطن الحوت ثلاث ايام وثلاث ليالي هكذا يكون ابن الانسان في بطن الارض ثلاث ايام وثلاث ليالي هو انا انا عايز اسال في نقطه محدده فيها أنا فاهم إن اليوم عند اليهود لو لو ساعة واحدة بيحتسب كأنه يوم أيوه. بس أنا بسأل على حتة ثلاث أيام وثلاث ليالي أنا فاهم إن اللي إن حتى اليهود كانوا يعتبروا النهار هو في كلمة يوم ده على حسب فهمي يعني وإن ثلاث ليالي إن دي ليلة ليلة يعني حتى فيها سواد فأنا عايز أفهم الثلاث ليالي اللي فيها سواد دي تمت ازاي في المسافه ما بين الموت على الصليب وما بين القيامه. هو حضرتك قلت دمين. الاجابه دمين. الإجابة. دمين. الاجابه ان فعلا ولو ساعه واحده بتحسب عند في الفكر اليهودي ان هي 24 ساعة يعني يوم بليلة. ف يعني كلمة ثلاث ايام ثلاث ليالي يعني ثلاث ايام يعني كاملين وزي ما حضرتك قلت بالظبط ساعة تحسب كانها يوم كامل حتى الليلة لأن بليلته. هو مشكلته في الليلة أو, أو سؤاله بخصوص الليلة يوم بليلته أو. أنت عارف دلوقتي إحنا عندنا في مشكلة مثلا في مصر إن لو عندك طفل اتولد يوم 2 أكتوبر غير يتولد اتولد يوم 30 سبتمبر في المدارس م. دخول المدارس يقول لك أنا عايزك يوم 1 أكتوبر تكون سنك مش أكتر من ست سنين لو ست سنين اليوم مش هقدر أبقى. عملت مشكلة فدي برضو موجود ويعني العرف كده يقول جزء من اليوم كانه يوم كامل يعني <applause> تمام اعتقد ان شاء الله تكون واضحه النقطه دي الاستاذ ايمن قواعد بقى قرايه الاباء ودي انا يعني نيافتك من المره اللي فاتت قلت دي <applause> عايزه وقت وما لحقناش برضو نوصل لها فمعرفش نلحق في دقيقه ولا الموضوع محتاج الحلقه يعني كلم فيها في القواعد لا محتاج يعني محتاج اولا برحم الوقت علشان نقدر نعرف طب انا اميز ازاي صح من الغلط أيوة. امشي في انهي اتجاه طيب وده على وعد ان شاء الله في الحلقه اللي جايه سيدنا نعم. بشكرك جدا يا ابت الحبر جيل أم رفائيل اسقف عام كنائس وسط القاهره تعيش وتعلمنا وتباركنا سيدنا بشكر جدا قد سابونا شنوده يعقوب كاهن الصم ضعاف السمع بشكرك جدا قد سابونا وبشكر حضراتكم على حسن متابعتكم نتقابل معاكم التلاتة الجايه ان شاء الله في حلقه جديده مستنى العقيده وإلى اللقاء